السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام يا البنات، شنحوالكم؟ إن شاء الله يا ربي تكونوا في خير ونعمة. الناس الكل عيدكم مبارك، كل عام وأنتم حيين بخير، إن شاء الله ربي يحييكم الأمثال، وإن شاء الله يا ربي ينعاد عليكم بالصحة والعافية. رجعت لكم اليوم فيديو جديد وروتين جديد، إن شاء الله يا ربي يعجبكم فيديو اليوم. إن شاء الله المقدمة هذه متصورة اليوم، اليوم العيد، تو مازلت كي روحت من دار احماتي وباش نزيد شويه ونمشي لدارنا، جوست تجيني اختي باش نمشي مع بعضنا والغسيل. ان شاء الله عيدكم مبروك، وان شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بخير، وان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم الناس الكل. وكاو حبيبتي نسملوا بسم الله وندخلوا على الفيديو نتاعنا. ولهنا يا البنات صبحية العيد، قمت الصباح بكري باش نحضر القعدة نتاعنا. العيد هذا عيدت في داري الحقيقة، ما مشيتش لدار حماتي، معناها ذبحنا لهنا وعملنا لهنا كل شيء. طيبت كسرة فطير كيما نقولوا، كسرة رقاق نحنا نقولوا، وعجنتها الحقيقة من الليل، ما عجنتش الصباح خاطر برمجت باش نطيب صاي، معناها كونفيرمي باش نطيب الكسره هذه. طيبت ثلاثه كعيبات، هو ما يقول للنص النهار للصغيرات، معناها هناك نفطروا منهم الصباح واللي يبقوا يمشوا عليه الصغيرات ويجوا ساندويتش. وعملت طريف سلطه مشويه في بالي زاده باش نطيبها من قبل، من بعد قلت لا علاش ما نقومش الصباح بكري ونعمل كل شيء فريشك، علاش نطيبه في الليل والصباح ناكلوه معناها بايت، فهمتوا؟ قلت خلينا نعمل كل شيء على اصوله في نهايره. كهو حطيت سلطة تشواء وطلعت فوق السطح الحقيقة البارح، هذوما الطاولة والكراسي طلعناهم البارح، الحطب زاد كيف كيف والفحم والشواية كل شيء طلعناه من البارح. قلت باش الصباح هكاكا ندوب نحضر الفطير ونحضر القعدة، كان المعونات هذوما طلعتهم الصباح بالطبيعة، طلعت عملت مسحة للطاولة وجبت المعينات حطيتهم لهنا، وباش نطلعوا نعملوا قعدتنا مره واحده، ننصبوا قعدتنا لهنا. الحقيقه البنات فطير ما نحكي لكم، مش فوق السطح، فطور عالمي عالمي على الاخر. هذه السلطه المشويه نتاعي حضرت، جت ما شاء الله بنينه تهبل، عجبتني وعجبني فطور الصباح هكا محرحر بصراحه ما نحكي لكمش. وعملت السليطه هذه هكا رونديلات، صغيراتي ما يحبوش الطماطم فحطيتو هكاك رونديلات، اللي يحب ياكل حاجه ياكل منها معناها عسيل. خديت الطبقات هذوكم عملتهم فوق السلطه خاطر مازلت ما شعلتش الكانون ومازلت ما عملتش حتى شيء، قلت بنغطيهم هكاك على غبره على حاجه. وهذه الكسره نتاعي حضرت، حطيتها في منديله وحطيتها في ساشي بشكل تبقى سخونه. مشيت شعلت الكانون وعملنا المشوى متاعتنا ونصبنا قعدتنا لهنا وبدينا نفطروا، وان شاء الله قسمكم منها في الجنه يا البنات، وان شاء الله عيدكم مبارك الناس الكل، وان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه والعافيه والخير والسلامه وكل شيء كل شيء. كهو من بعد الحوصه هذيك فوق السطح، لميت الحوصه فوق السطح ودخلت غسلتك المعون ونظفتك الدنيا الكل، وجيت لهنا باش نلم الحم نتاعي، ما نجمش نخرج بالطبيعه من الدار الا من ريق الدنيا الكل، فهمتوا؟ ماذا بيا نخرج مرتاح. خديت جبت البانو هذا يحط لي فيه زوجي الحم اللي تكسر، والحم الاخر خليناه باش معناها نعاودو نشو منه كيما غدوه، ولا باش يبقى هذاك فما الطبق اللي باش يخرج كيما نقولوا. نخرجوا الطبق نتاع العيد والطبق صغرون هذاك باش يبقى لنا نشوه منه غدوه، ومن بعد الباقي نكسروه ونلموه. حسيلو كيما ريتو لميت نظفتك اللحم من عظامك اللي نتاع التكسير وتفش نتاع الكردونه اللي قسينا عليها كيما هذه مثلا، وكل شيء حطيته في الساشيت وطلعت حطيته مش طلعت حطيته في بيت الثلج، وهذوما باش نلفهم بالسلوفان وندخلهم للفريجيدير اللي نجي وقته. حسيل صاي لهنا الوقت تقريبا تسعة تسعة ونص تقريبا، هبطت للسوبرات جبت قضيتي الناقصين الكل باش نطيب الغداء، ومن بعد باش نمشي لدار حماتي، نبقى شويه ونجي ونمشي لدار. هنا بعد جبت الفيليتوكس
هذاك ضروري ضروري ضروري، بالخاص مع الحصة نتاع اليوم. الحمد لله ذبين ما عنديش برشا، اما على الحصة نتاع اليوم باش تبقى لي شباك الكوجينة محلول سي سور باش يدخل، معناها هذاك علاش احتياطاتي خذيتها من الاول ومشيت جبت الفليتوكس هكاك باش ندافع على روحي يا البنات. حسيلو هبطت جبت اللي ناقصني الكل، معناها اللي يزيدني واللي ينقصني باش ما نبقاش ناقص حتى شيء. من المفروض القضيه هذو راني خذيتهم امس ولا اولامس، اما الله غالب بقيت حايصه في قضيه الدار وكل شيء والتنظيفات، قلت مثيلش هاي السوبر التحتيه تو وين نمشي نجيبهم، معناها في اي لحظه تو نجيبهم. كهو باش نعمل غدايا لهنايا البنات، باش نرجل القضيات هذو نحطهم في بلايصهم ونركب الغدا نتاعي يطيب. الحقيقة مانيش باش نطيب برشا خاطر كيما عارفين ضاربين المش بالصباح. الحقيقة هو مكلينيش برشا، اما بحكم فطرنا معناها سلايط وكسرة وجازوز ومشوي، فما مكلينيش برشا مشوي. ديجا اللي شفتوهم شوية مشويين وبقوا معناها بقال الأكثرية نتاعهم، جست حدنا كلينا شوي الحم والكبدة، سينو الحم الكل بقى خبيته للصغيرات، قلت لهم تعشوه في الليل وفي الغداء باش نعمل شهوة باباكم. بالطبيعة باباهم حاب على الحم مفور، فبقت لي سلطة مشوية وسلطة خضراء، قلت خليني نزيد عليهم شهوته مرة واحدة. هذاك علاش هبطت قضيت القضية الحقيقة، خاطر نقصني الزعتر والكليل والنعناع الشايح ما عنديش. حسيت وجيت لهنا باش نركب اللحم المفور، خديت البصل قصيت بصله جويده. البصل يا البنات نورمالمون ما يتحطش، فما برشا ناس ما يحطوش، واما الله غالب صغيرات يحبوه، زوجي يحبوه في وسط اللحم في وسط الراس في كل شيء مفور يحبوه، فما هكا شويه بصل. حسيت خديت لهنا فواحد بالكليل وكركم وفلفل احمر و تبل كرويه وشويه كليل مرحي والثوم بالطبيعه، ولهنا جبت الكليل حب والزعتر حب والنعناع هكاك حكيتهم ما بين يديا، بقوا معناها بقى لي حبيبات ماهوش ارطب. وعملت الزيت ومغرفه هريسه وشويه طماطم، سينو طماطم تنجموا تستغنوا عليها. الفلفل الاحمر اللي عملته عملت فلفل حلو خاطر ما ياكلوا ليش الحار، وضفت هكاك مغرفتين كيما تشوفوا ماء اكاو مغرفتين هاو، وباش نخلط بالكدا ومن بعد نفوح هاك اللحم نتاعي. حسيلو يا البنات نهير اليوم تعديلي نهير شاق شاق شاق، والحمد لله يا ربي الحمد لله ويخلف ربي في التعب بالفايده. في الاخر كملت حوصتي الكل، حوصتي الكل يا البنات، بقى لي كان الراس. كملت نظفت اللحم وحطيته في الساشيت وحطيته في بيت الثلج ونظفت الدواره وقصيتها ورجلتها. حسيلو ما خليت حتى شيء، الحمد لله يا ربي خير ونعمة من عندك يا ربي. الحقيقة عاوني راهو زوجي نظف لي الدوار على قاعدة من الأول، جست بقت لي شللتها برك معناها تشليلة سمحة وقصيتها، ما كانش ما كنتش نخلط الحق خاطر برشا برشا حركة. الراس حطيته في الفريجيدير ديريكت، حطيته في ساشي وحطيته في الفريجيدير، قلت تو كي نفضالو نريقلو نهايرين هذوم. كهو يا البنات خلطت اللحم حطيته في الفاح نتاعو هذاك بالكدا بالكدا، انتوما يا حبذا تبيتوه، معناها اللي يحب ويجي يفوح اكثر يبيتو في الليل، معناها يفوحو ويبيتو في الليل في الفريجيدير، وكيما غدوة يطيبو هكاك يشرب الفاح نتاعو الكل ويجي يفوح على الاخر. انا الحقيقة لهنا مزروبة، ديجا الطنجرة الماء يغلي على الغاز وهنا لهنا نخلط في اللحم باش هكاك نفوح فيه باش فيسع فيسع ديريكت يحضر نحطو يطيب، خاطر ماذا بيا يحضر لي بكري. الحمد لله يا ربي ما شدليش برشا وقت، كيما ريتو اخترتهم اللحم صافي من غير عظام، قليل الكعبه اللي تلقى في عظامهم، في بالي نهارتها ما فيهمش العظام جمله، واخترتهم هكا ظريفين شويه ماهمش خشين باش في ساعه يطيبوا لي، خاطر عارفه روحي باش نتضغط في الوقت، ماذا بيا يكونوا صغيرونين اللحمات هكا كما يطيبوا في ساعه معناها وما يبتوليش. قولوا لي انتم يا البنات شنو عاملين، اش عملتوا نهار العيد، تعبتوا ما تعبتوش، كيفاش كانت حصتكم؟ نهار سخون جاي مع انه معطوا عليه باش يكون بارد، اما جاي نهار سخون سخون سخون. الحمد لله ان شاء الله ربي يلطف بينا وكهو يا ربي. حاسه يا البنات كملت فوحت
الحيمات، وجيت لهنا جبت الالمنيوم وقصيته هكاك باش نخفف على روحي فيسه فيسه. هنكمل كما قلت لكم يا البنات، راني الله غالب عندي مشكل في البابي كويسون، ما فماش مليتش، والبلاصه نتاعنا لهنا ما فيهش، موجود في لي غران سيرفاس عزيزه الوحيده اللي عندنا لهنا ما فيهش. اضطريت اليوم باش نعمل بالالمنيوم، وان شاء الله اول ماشي الجمعه الجايه نمشي كونترول عند الطبيب، ان شاء الله عندي موعد تو اكيد نتعدى نشري من كارفور كان لقيت ان شاء الله نلقى حصيله. خديت لهنا الالمنيوم، نحط ناخذ بالحيمه بالحيمه ونجبد هكا طريف فيه، بقى لي فيه برشا زيت، نجبد شويه ونحطهم على الحيمه ونسكر عليها بالقدا بالقدا باش تطيب والفيح نتاعها ما يضيعش، ونستويهم بالشكل هذاك في الكسكاس. حصيله يا البنات، كعيبه كعيبه اللي كملتهم وارتحت. خليته الحسيل الفطور من بعد محضر يا البنات، خليته مغطي بالغطاء نتاع الكسكاس على الماء سخون، خليته قلت باش يبقى لي سخون كيف نجي ديريكت ندفيه برا، معناها فهمتوا دوبل يغلي الماء يسخن اللحم يبقى ما يبردليش. ومشيت لدار حميتي لان كملت حطيت اللحم يفور، ومشيت دوشت وبدلت حوايجي وهزيت بنتي وقصدت ربي خاطر الصغيرات، بعثتهم دوبل هبط، معناها دوبل هبطنا من مسطح ما كملنا الفطور وهما حابين يمشوا. وليت بعثتهم بنتي ولدي الكبار بعثتهم، والبنيه الصغرونه بقت معايا. حطيت لها التلفزه وحطيت لها الالعاب، وهي ساعه ساعه تتكركب تحتي اش باش نعمل هكا، ونصبر عليها شويه انا باش نمشوا. حسيلو كيما قلت لكم كملت لهنا، مشيت دوشت لبنتي ولبستها، ومن بعد دوشت ولبست حوايجي طف وخرجنا مشينا. بقينا غادي لقيت سلفاتي، قعدنا شويه عملنا لمه هكا وشويه تحدثنا شويه، وحسيلو اجواء العيد سبحان الله، نهار العيد وحده 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 يا البنات. هنا نتلموا تقريبا كل يوم ولا كل نهار بعد نهار في العطله في القرايه، لا خاطر سلفاتي يبدو يخدموا ما نتقابلوش ديما ديما، اما هكا في العطل نبدو تقريبا اجور نتقابلوا اجور نعملوا قعدات. بالحق الجو نتاع نهار العيد والنفس نتاع نهار العيد ماهوش كيما الايامات الاخرين، عنده هكا رونق خاص وحده. ان شاء الله ربي يعيدوا علينا بالصحه والعافيه، وان شاء الله ديما ملمومين في الخير، وان شاء الله ربي يخلي الناس الكل بعضها، ما يحرم حد من حد وما يغيب حد على حد يا ربي. الحسيل يا البنات، الله غالب يا البنات، سامحوني فيديو اليوم الكل بشويه نقص بشويه نقص، ظروف الله غالب، هذيك هي ظروف المباشر ساعه لا. حسيل كملت رجلت الحيمات، حطيتهم في الواحد، هذوك طريفات صغيرونين حطيتهم باش اول ما يطيب باش نوكلهم لبنتي، خاطر بنتي الصباح ما كلتش معانا المشوي الزغرونه، وليت الطريفات الصغيرونين هذوكم حطيتهم معناها وحدهم باش اول ما يطيبوا ان نوكلهم لبناتي. اليوم ما كلت حتى شيء، جست طريف كبده بالسيف هكا. حسيلو كملت كيما تشوفوا، صايي باش نحطهم يفوروا على ريحاتهم، ونحضر بناتي ونحضر روحي لطون لي يحضر معناها اللحم. هذا هو حبيباتي محتوى الفيديو اليوم شنو فيه، ان شاء الله يكون عجبكم يا ربي، واذا عجبكم الفيديو يا البنات ما تنسوش باش تخلوا لي هكا لايك وتشتركوا في القناه بالطبيعه اذا مازلتم ماكمش مشتركين، وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ومرحبا بكم، شرفتوني ونورتوني الناس الكل. حسيلو حبيباتي حطيت اللحم نتاعي فور على روحه، وجيت لهنا لميت الحوصه الزوائد الكل، مش نعمل مسحه للرخامه بالجافيل، نهير اليوم ما ينفع فيه كان الجافيل، خاطر الحقيقه ما نعرفش نحس مش نحس اذا باني هج على الجافيل ما يبقاش ما يدور ليش بالدار. راكم كيما تشوفوا الحمد لله يا ربي مصباح نحرق ما فماش دبان، اما كمام ديما لازم نحتاط طالما الشباك محلول. كهو كملت لهنا، ولهنا كملت نشوف فيه مازلت غير كملت دوشت البنتي
وبدلت لها حوايجها وشديت لها شعرها عسيلو. جيت باش نشوف لهنا اسكو طابو ولا نلقاه. الحقيقه الحمد لله يا ربي مازال نقص شويه على الثياب، بقيت ناس عليه شويه شويه لو طون اللي احضر لي. الحمد لله يا ربي ما شدليش برشا وقت. في ساعه في ساعه عسيلو هاو كيما تشوفوا طيب لهنا، اما ماهوش طيب كيما نحبوه نحنا، معناه نحبوه طيب زبده كيما نقول. هذاك علاش عاودت رجعته يتيب لهنا. في مرة أخرى حبيت زادا نشوف اسكو طاب ولا زادا كيف كيف، مازال حسيته ناقص شوية، رجعته يتيب على روحه وكهو. قلت صاي خليه توا مادام نعمل دوش خفيف لفلف تو نلقاه هباه معناه، وأكيد باش نخليه فوق فوق الماء متاعه ومغطي بالغطاء متاع الكسكاس توا يزيد يهبى بالقدا فيكمل تيابو معناه، فهمتو؟ وبالحق كي جيت من بعد نلقوه ما نحكي لكمش، على غالب ما خلطتش باش نصور لكم من بعد. اما هويني ديجا صوره تحكي وحدها، هو ديجا لهنا على الاول قبل ما نخرج من الدار. كملت صحيح وسطي ولبست حوايجي، دوشت ولبست حوايجي ولبست الصغرونه هذيه وشديت لها شعيراتها وقصدت ربي نوياها مشين لدار حميتي. كاو وصلنا قعدنا شوي وكاو حبيباتي، دمتم في امان الله وباي باي.